أعلنت مجموعات مقاتلة ضد النظام الرئيس السوري بشار الأسد في جنوب البلاد سحب الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. هذا الانسحاب وإن وصف بالمحدود وغير المؤثر يعكس ربما طبيعة العلاقة بين القيادة السياسية للمعارضة والمقاتلين على الأرض. ظهر هؤلاء المقاتلون في شريط مصور في منطقة صحراوية يعتقد أنها في درعا جنوب البلاد ليسحبوا ما قالوا إنه اعتراف بأطياف المعارضة السياسية على رأسها الائتلاف الوطني. نحن قادة التشكيلات العسكرية والثورية في المحافظات الجنوبية ونسحب اعترافنا من أي هيئة سياسية موجودة تدعي تمثيلنا في مقدمتها الائتلاف وقيادته. سحب الاعتراف بررته هذه الجماعات المسلحة بأنه يعود إلى فشل الائتلاف سياسيا وعسكريا. هو ليس الأول من نوعه، ففي أيلول الماضي قامت 13 جماعة مقاتلة باتخاذ الموقف ذاته. فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها. هناك اعتراف عام في سوريا بحصول شرخ ما بين الجماعات المقاتلة على الأرض وتلك العاملة في المحافل الدولية يعزوه مراقبون إلى حالة من الإحباط بعد تراجع الولايات المتحدة عن ضرب نظام الأسد وفشل الائتلاف بإقناع الغرب لمنحها السلاح. ليأتي مؤتمر جنيف 2 الذي تسعى الدول الكبرى جاهدة لعقده كنقطة خلافية ومتناقضة أخرى بين أطياف المعارضة التي تسير الغرب بأهمية الحل السياسي، لكنها لا تراه ممكنا في ظل الوضع الحالي. فيما تتحدث كثير من المصادر عن وجود قناعة في أوساط الائتلاف بأنه حتى لو ذهبت المعارضة إلى جنيف وتوصلت إلى حل سياسي بدعم غربي للنزاع السوري، فإن أي من الجماعات المسلحة لن تقوم بتنفيذه في ظل وجود الأسد على سدة الحكم في سوريا. مري إشحادة، العربية.